قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصفا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. كلنا نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن قصة سيدة نساء العالمين، إنها مريم العذراء. تكلمنا عن ولادتها وحياتها وكيف عانت عليها السلام، كيف كانت تتفرغ لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل يرزقها الطعام والشراب، يرزقها الرب عز وجل طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أذن الله عز وجل أن تلد عيسى بن مريم، فلما جاءت به إلى قومها إذا ببعضهم يتكلمون عليها وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قالوا فيها البهتان العظيم، قالوا فيها الإفك المبين، لكن الله عز وجل أنطق عيسى بن مريم ليكون آية للناس. قال عيسى بن مريم وهو للتو قد ولد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، أنزل الله عز وجل عليه الإنجيل، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. من أمه؟ إنها سيدة نساء العالمين التي اصطفاها الرب عز وجل على نساء الدنيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أول ما ولد عيسى ابن مريم عليه السلام إذا بشيء يحصل في الأرض، خرت أصنام في مشارق الأرض ومغاربها. ولد عيسى ابن مريم، سقط كثير من الشرك في الأرض وخر في الأرض لأن عيسى ابن مريم ولد، بل إن الشياطين في السماء رجمت، بل إن إبليس الأكبر بنفسه أخذ يبحث ويسأل جنوده ليبحث في الأرض ما الذي حدث، ما الذي حصل، فإذا به يبث الشياطين في الأرض يمنة ويسرة شمالا وجنوبا، الشياطين تبحث في الأرض ما الذي حدث، ما الذي جرى، ما الذي حصل، فإذا بهم يصلون إلى فلسطين وإذا بالمولود الجديد في بيت لحم. من؟ إنه عيسى بن مريم في حجر من؟ أمه العذراء. وإذا بالشياطين تريد أن تقترب، فلما اقتربت وجدت الملائكة تحرس من؟ تحرس عيسى وأمه. ملائكة الرحمن في الأرض تحرس من؟ تحرس نبي الله عيسى وأمه من شياطين الأرض الذين تجمعوا في الأرض لأجل أن يؤذوا عيسى ابن مريم، لكنها دعوة أم مريم. وإني أعيدها وإني أعيدها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم. أعاذها الرب عز وجل ونجاها من كل شيطان رجيم، هي وابنها عيسى ابن مريم. بدأت الآيات والناس يتكلمون عنها،
ما قصة هذا الغلام للتو مولود ويتكلم كلام الرجال؟ ما قصته؟ إنها آية من آيات الله. بنو إسرائيل بدأوا يتكلمون، بدأوا يتحدثون، بدأ الخبر ينتشر عندهم أن غلاما للتو مولود أنطقه الله عز وجل. وعادة بني إسرائيل أنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، إما يقتلوا بعضهم وإما يكفروا ببعضهم الآخر، عادة بني إسرائيل. وهكذا عيسى بن مريم كان طفلا صغيرا، كان للتو غلاما يلعب مع الغلمان، لكن ظهرت عليه آيات بينات، أظهر الله عز وجل عليه آيات. كان يتكلم مع الصبيان وهو يلعب معهم، كان يقول لأحدهم: أنبئك ما الذي أكلته في بيتك، وأنبئك بما تدخرون في بيوتكم، ما الذي يوجد عندكم من طعام سوف أخبركم به، وهو غلام صغير. فانتشر خبره بين الناس، ما هذا الغلام؟ ما هذا الصبي الذي حدث له ما حدث؟ حتى تآمر اليهود على قتل مريم وابنها، على قتل عيسى بن مريم وأمه، أرادوا قتلهما. فأوحى الله عز وجل إلى مريم أن اخرجي، اخرجي مع عيسى إلى ربوة ذات قرار ومكين، إلى مكان فيه نهر يجري فيه بعض الزروع، إلى مكان ذات قرار ومعين نهر يجري. فذهبت مريم العذراء مع غلامها الصغير عيسى بن مريم، وهربوا من فلسطين قيل إلى مصر، وظلوا فترة من الزمن. ثم أوحى الله عز وجل إليهما أن يرجعوا مرة أخرى. بلغ عيسى بن مريم من الشباب ما بلغ، أخذ يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس دين الله جل وعلا. وكان عيسى بن مريم يحب الخلوات، فكان يختلي في الصحاري، وكان يختلي في الغابات، وكان يختلي عند الأنهار، يذكر الله عز وجل ويعبد الله جل وعلا. وكانت أمه تنفق عليه، وظل زمنا يدعو إلى الله جل وعلا، واليهود يتربصون به الدوائر، حقدوا عليه، حسدوه، أرادوا الاعتداء عليه، لكن في كل مرة ينجيه الرب عز وجل. فوجد فيها امرأة جالسة تبكي، فسألها عن سبب بكائها، فقالت: ماتت ابنة لي، ليس لي من الولد غيرها، وإني عاهدت ربي ألا أغادر قبرها، إما أن أراها وإما أن أموت مثلها. فقال لها عيسى بن مريم: أرأيت إن دعوت الله عز وجل وأرجع لك ابنتك، هل أنت راجعة؟ قالت: نعم يا نبي الله. فصلى ودعا الله عز وجل أن يحيي هذه الفتاة، ثم قام إلى قبرها وجلس عنده، فقال: أيتها الفتاة، اخرجي بإذن الله عز وجل. فتحرك القبر، ثم ناداها مرة ثانية فانصدع القبر، ثم ناداها مرة ثالثة فقامت الفتاة قد شاب شعرها. فسألها نبي الله: لما أبطأت علي؟ قالت: في المرة الأولى أوحى الله عز وجل إلى ملك أن يركب خلقي، وفي المرة الثانية أوحى الله عز وجل أن يرجع إلي الروح، وفي المرة الثالثة انصدع القبر فخرجت منه، فظننت أن الساعة قد قامت فشاب شعري. ثم نظرت إلى أمها وهي خائفة، قال: يا أماه اتق الله واصبري واحتسب الأمر عند الله عز وجل، لم تريدين أن تعاد إلي كربات الموت مرة أخرى؟ ثم ذهبت إلى عيسى بن مريم وقالت له: يا نبي الله، سل الله أن يعيدني مرة أخرى وألا أذوق كربات الموت مرة ثانية. فدعا الله لها، وكانت آية في بني إسرائيل أن عيسى بن مريم يأمر الموتى فيخرجون بإذن الله عز وجل. كان عيسى بن مريم أيضا يمسح على رأس الأعمى الذي ولد أعمى وهو الأكمح فيعود بصيرا، ويمسح على جلد الأبرص فيشفيه الله عز وجل. وكان عيسى بن مريم يأتي إلى بني إسرائيل بالطين فيشكله على هيئة طير، ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله عز وجل. إنها آيات بينات. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا،
وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني آيات بينات كلها جعلها الله عز وجل على يد من؟ على يد عيسى بن مريم. أما الحواريون فإنهم آمنوا به، وأما يهود فإنهم كفروا به عنادا وحقدا وحسدا. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كل هذه الآيات البينات ومع هذا تكفرون به. آيات أظهرها الله عز وجل تأييدا لنبيه وصفيه عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم لا يبالي بمن يعاديه، بمن يعارضه، بمن يحاربه، فهو من أولي العزم من الرسل. صبر على قومه وهم يؤذونه، تحمل أذاهم، شتمه اليهود، تكلموا عليه وعلى أمه، ومع هذا لم يبالي عليه الصلاة والسلام. دعا إلى الله جل وعلا وقد أنزل الله عليه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، كما قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل. يذكرهم الرب عز وجل بعيسى بن مريم الذي قال لبني إسرائيل: إني رسول الله، إني رسول الله إليكم مصدقا، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول، ومبشرا برسول يأتي من بعدي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ففي الإنجيل بشر عيسى عليه السلام قومه بأنه سيأتي نبي بعده اسمه أحمد. عيسى عليه السلام يبلغ دين الله جل وعلا، والناس يحاربونه ويعادونه، وحوله الحواريون قد آمنوا به ونصروه وعزروه، وإذا بهم يطلبون منه طلبا. ما الذي طلبه حواري عيسى بن مريم من عيسى؟ جاءوا إليه فقالوا: يا عيسى بن مريم، يا عيسى بن مريم، نريد أن نرى آية. وكانوا قد أمرهم عيسى بن مريم أن يصوموا 30 يوما، وقبل أن يفطروا في اليوم 31 طلبوا من عيسى طلبا. قال: وما تريدون؟ قالوا: نريد آية أن ينزل الله عز وجل علينا مائدة من الطعام تنزل علينا من السماء. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سألهم عيسى بن مريم، قال لهم: وما الذي يجعلكم تريدون هذه المائدة؟ لما تريدون مائدة فيها من الطعام تنزل عليكم من السماء؟ رد الحواريون فقالوا: قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. لا نريد شيئا يا عيسى، نريد أن نأكل من هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نرى آية من آيات الله عز وجل. وهذه القصة سمى الله عز وجل بها سورة طويلة في القرآن الكريم باسم المائدة التي أنزلها الله عز وجل على حواري عيسى. فإذا بعيسى بن مريم ينصح قومه وأصحابه وينصح الحواريين، يقول لهم: اتقوا الله، ماذا تريدون؟
قد تنزل عليكم هذه المائدة ولا تقيم شكرها وحقها فيعذبكم الله عز وجل. لم تطلبون أمرا ربما لا تستطيعون الوفاء بشكره؟ قالوا نريد هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نأكل منها، نريد هذه المائدة. فقام عيسى بن مريم ليالي طويلة يدعو الله عز وجل. وإذ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة، أنزل علينا مائدة من السماء. مائدة فيها من أنواع الطعام، لما تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وإذا بربنا عز وجل يستجيب لعيسى عليه السلام ولأصحاب عيسى، للحواريين يستجيب الله عز وجل لهم، فإذا بمائدة عظيمة تنزل من السماء فيها أنواع الطعام وأنواع الشراب ما رأوه وما لم يروه، أنواع من اللحم، من الفاكهة، من الخضروات، من الطيور، من الأسماك، طعام لم ير مثله قط في الأرض، أنزله الرب عز وجل من السماء، فكانت عيدا لأولهم وآخرهم. فلما أنزل الله عز وجل هذه المائدة كرامة معجزة لمن؟ لعبده ونبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أنزلت هذه المائدة، وتخيلوا كيف تنزل مائدة من السماء. وبنو إسرائيل وأصحاب عيسى عليه السلام كانوا عشرات الألوف كلهم ينظرون لهذه المائدة، فلما أنزلت المائدة لم يقترب أحد من هذه المائدة. قال عيسى عليه السلام كلوا، كلوا من الرزق الذي رزقكم الله عز وجل به. خاف الناس، فلم يتقدم إلا الفقراء، إلا المساكين، وأتباع الأنبياء هم الفقراء، هم المساكين، هم الذين تقدموا لعيسى عليه السلام يريدون أن يأكلوا من هذه المائدة. أما غيرهم فإنهم توقفوا يريدون أن ينظروا ما الذي يحصل لهؤلاء الناس. فأكل الفقراء، أكل المساكين، أكل الضعفاء، أكل المرضى من الطعام الذي أنزله الله من السماء. فلما أكلوا ما أبقى الله عز وجل منهم مريضا إلا وشفاه، لا أكمه إلا وشفاه، لا أبرص إلا وشفاه الله عز وجل، لا ضعيف ولا مريض ولا مصاب بأي شيء من أنواع البلاء إلا ورفع الله عز وجل عنه البلاء. إنها آية من آيات الله عز وجل، إنها آية ورزق رزقه الله عز وجل عيسى بن مريم وأصحابه. ظل عيسى بن مريم يدعو إلى الله جل وعلا، يبلغ دين الله، وكانت أمه العذراء مريم كانت تعمل بصنع يدها لتنفق على ولدها، ذلك الذي اختلف الناس به من عدو حاقد حاسد ومن رجل مؤمن به مصدق له، إنه عيسى بن مريم لا زال يدعو إلى الله جل وعلا. ظل عيسى بن مريم يدعو إلى الله عز وجل قومه، يعظهم، يذكرهم، ويجري الله عز وجل على يديه المعجزات والآيات البينات. لكن يهود هم يهود، هل تركوا الأنبياء والمرسلين؟ هل تركوا الناس لحالهم يعبدون الله عز وجل؟ أبداً، إما أن يكفروا بالأنبياء والمرسلين، وإما أن يحاولوا قتلهم. فلما رأوا أن عيسى بن مريم يلتف الناس حوله، والناس قد أعجبهم كلامه، التف الناس يسمعون مواعظه، يذكرهم بالله عز وجل، وكثر أنصاره وحواريوه، هنا اغتاظ منه يهود، فأرسلوا إلى بعض الملوك أن عيسى ابن مريم سيسلب منكم ملككم. قالوا إذا ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ قالوا لا شيء، اذهبوا إليه واقتلوه، فإنه لن يقف أمامكم أحد من الناس، فإنما حوله الفقراء والمساكين، اذهبوا إليه واذبحوه واقتلوه، فإنكم إن فعلتم ذلك نجوتم ونجيتم الناس منه. فإذا بهم يفعلون ما أمرهم به يهود، وذهبوا إليه يريدون قتله. فلما ذهبوا إليه الله عز وجل أخبر عيسى بن مريم أن هناك من سيقتلك، وهناك من يريد أن يمكر بك. ومكروا ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين.
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فإذا بعيسى ابن مريم يجلس مع 12 من حواريه في بيت من بيوتهم، يجلس والناس يبحثون عنه، يبحثون عمن؟ يبحثون عن عيسى ابن مريم. كلمة الله، إنها روح الله، عيسى ابن مريم، الناس تبحث عنه، يريدون قتله. يقتلون من؟ يقتلون ابن سيدة نساء العالمين، يقتلون الرجل الذي يذكر الناس بالله جل وعلا، يقتلون من؟ القلب الطاهر والنفس الزكية. لما؟ لأنه فقط دعاهم إلى الله جل وعلا، إنه آخر أنبياء بني إسرائيل، ومع هذا يريدون ذبحه، يريدون قتله. فإذا بالناس يبحثون عنه في كل مكان، يمنة ويسرة، حتى دل الناس بعضهم بعضا على البيت الذي جلس فيه عيسى. جلس عيسى ابن مريم وحوله 12 شخصا من حواريه، جلسوا ينتظرون ما الذي سيحدث. الله وعده أنه سينجيه، فإذا بالناس يطرقون عليه الباب يريدون كسره، لكن عيسى ابن مريم يسأل حواريه، يقول لهم: من يتبرع الآن ليكون معي في الجنة وفي درجتي في الجنة؟ يلقي الله عز وجل عليه شبهي ويخرج إليهم، فإذا بأصغرهم سنا وكان أشجعهم، قال: أنا يا نبي الله، أنا أقوم. فقال له عيسى بن مريم مرة أخرى: اجلس، من يقوم مكاني؟ يجعل الله عز وجل عليه شبهي، يكون رفيقي في الجنة، أي في درجتي. فقام أصغرهم سنا، نفس الشاب، أشجعهم وأكثرهم إيمانا، فإذا به يقول عيسى بن مريم: إذن فاذهب إليهم. فإذا بسقف البيت يفتح، وتأتي الملائكة لتحمل من؟ عيسى بن مريم. فتحت السماء لمن؟ لعيسى بن مريم. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. نجاه الله من أيدي الكفرة الأنجاس، يهود الذين أرادوا ذبحه وقتله، أنجاه الرب عز وجل. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. سوف يكون أتباعك من أهل الإيمان، هم من يجعلهم الله عز وجل أتباعك إلى يوم القيامة. رفع عيسى بن مريم، أخرج هذا الذي ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى، مسكوه، ذهبوا به، وضعوا الشوك على رأسه، وضعوه على صليب ليقتلوه. فلما ذبحوه ومريم العذراء تنظر، أمه تنظر، ظنت أنه ابنها، فإذا به يذبح. فصاح اليهود فرحين مستبشرين، وهم يقولون: إنا قتلنا المسيح. اليهود فرحين بقتلهم من؟ المسيح عيسى ابن مريم. إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الله عز وجل حفظه، الله عز وجل نجاه من أيدي الكفرة الخبثاء، نجى الله نبيه عيسى بن مريم. وظن اليهود أنهم ذبحوه وقتلوه، وجلست مريم تبكي، فجاءها جبريل يطمئنها ويبشرها أن الله عز وجل قد قبض ورفع عيسى بن مريم ونجاه من أيدي الخبثاء الكفرة. وسوف يرجع عيسى بن مريم آخر الزمان، نحن على موعد مع نبي الله عيسى بن مريم، مع هذا النبي الذي سينزل وتنزله الملائكة كما رفعته في ذلك الزمان. سوف ينزل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة. سوف ينزل وينصره الرب عز وجل، ويقتل الدجال، وينصره الله عز وجل على يهود، ويتبعه الناس
ويحكم بدين الله عز وجل حتى يموت ميتته الطبيعية مرة أخرى. نقف عند هذا الحد حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور.